حصاني فعلمتني علمت جلوسي وقيامي فطنت لأفكاري من بعيد إن اتخذت أجلي حتى الصبح وسكنت أقاصي البحر فهناك أيضا يدك تهديني ويمينك تمسكني وإن قلت إن الظلمة تغشاني كان الليل حولي نورا يا ربي قد فحصتني فعلمتني علمت جلوسي وقيامي فطنت لأفكاري من بعيد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسمع إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ترتيلة يا إلهنا يا إلهنا أيها الرحمن اقبل منا هذه الصلاة واجعل منا يا ربنا للخطأ غفرانا. يا إلهنا أيها الرحمن اقبل منا هذه الصلاة واجعل منها يا ربنا للخطأ غفرانا، للحزانا عزاء، للمرضى شفاء، للتعساء رجاء، ثم باركنا يا رب. يا إلهنا أيها الرحمن اقبل منا هذه الصلاة واجعل منها يا ربنا للخطأ غفرانا، للمسافرين رفيقا، للبعيدين مرشدا، للقريبين حافظا، وللرؤساء حكمة
لوطننا سلام ثم باركنا يا رب. أنا أيها الرحمن اقبل منا هذه الصلاة واجعل منا يا ربنا للخطأ غفرانا. قراءة ثانية من سفر أيوب. فأجاب أيوب: لو أن بؤسي ومصائبي جميعا تقدر وتوزن في ميزان لكانت أثقل من رمال البحر، وكيف لا يكون كلامي لغوا وأهوال الله تمحقني وسهامه تنغرز بي وسمومها تمتص روحي؟ أينهق الحمار على العشب أو يخور الثور على علفه؟ أيؤكل الطعام التافه بلا ملح أم يكون لبياض البيض طعم؟ طعام كانت تعافه نفسي صار قوتي في زمني بلائي. من لي بأن تلبي طلبتي وليت الله يعطيني رجائي. ليته عني رضي ويحطمني ويطلق يده فيقطع حياتي. ولكن لي تعزية بعد تبهجني في عذاب لا يحتمل. إنني لم أنكر كلام القدوس، ما هي قوتي حتى أنتظر؟ وما مصيري حتى أطيل حياتي؟ أقوة الحجارة في قوتي أم لحمي أنا من نحاس؟ أبقيت في داخلي قدرة؟ أما كل عون تباعد عني؟ من منع الرحمة عن صديقه تخلى عن مخافة القدير. إخواني يمرون كالسيل ويعبرون كأنهار الأودية وعليها يتكاثف الجليد وتزداد من ذوبان السيل، لكن معي تسيل حتى تنقطع وفي الحر تختفي من مكانه، فيحاول المسافرون طريقهم ويتوغلون في التيه فيبيدون. قوافل تيماء تبحث عنها وربان سبأ بها يأملون، يجدون ثقتهم في غير محلها فحين يصلون إليها يخيبون. والآن هكذا حالكم معي، رأيتم ندبتي فأصابكم فزع. أقلت لكم أعطوني شيئا أو من مالكم أنفقوا علي؟ أما لومكم لي فلا حق فيه. أتحسبون كلامي يستحق اللوم وهو كلام يائس يذهب في الريح؟ تلقون على اليتيم قرعة وتبيعون صديقكم بالرخص. والآن هيا هيا وانظروا إلي، فأنا في وجوهكم لا أكذب. عودوا عن رأيكم ولا تجوروا فتعود إلي براءتي. هل تجدون جورا على لساني أم أنه لا يتبين ما هو حق؟ هذا كلام الله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير،
لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا رب إلى السماء محبتك وإلى الغيوم أمانتك. يا رب إلى السماء محبتك وإلى الغيوم أمانتك. عدلك مثل الجبال وأحكامك غمر عظيم. يا رب إلى السماء محبتك وإلى الغيوم أمانتك. اللهم محبتك إن بني البشر بظل جناحيك يعتصمون. إن بني البشر بظل جناحيك يا رب إلى السماء محبتك وإلى الغيوم أمانتك. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. قراءة من مزمور 22 لداود النبي. بارك مور إلهي إلهي لماذا تركتني وامتنعت عن نجدتي وسماعي أنيني. في النهار أدعو فلا تجيب، وفي الليل فلا تحرك ساكنا، وأنت القدوس على عرشك يهلل لك بنو إسرائيل. عليك توكل آباؤنا، عليك توكلوا فنجوا، إليك صرخوا فأنقذتهم، وعليك اعتمدوا فما خابوا. أنا دودة لا إنسان، يعيرني البشر وينبذني الشعب، كل من يراني يستهزئ بي، يقلب شفتيه ويهز رأسه ويقول توكل على الرب فلينجه وينقذه إن كان يرضى عنه. أنت أخرجتني من الرحم
وطمأنتني على ثديي أمي، فأنا من الرحم محسوب عليك، ومن بطن أمي أنت إلهي. اقترب الضيق ولا نصير لي، فلا تتباعد عني. أشداء كثيرون يطوقونني، كثيرا باشانا يحيطون بي، فأغرينا أفواههم علي كأسد مفترس مزمجر، كالماء سالت قواي وتفككت جميع عظامي، صار قلبي مثل الشمع يذوب في داخل صدري، يبست كالغسف قوتي، ولساني لصق بحلقي، وإلى تراب الموت أنزلتني، الكلاب يحيطون بي، زمرة من الأشرار يحاصرونني، أوثقوا يدي ورجلي، ومن الهزل أعدوا عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقتسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون. وأنت يا رب لا تتباعد، يا إلهي أسرع إلى نجدتي، أنقذني من السيف يا رب ومن أيدي هؤلاء الكلاب، خلصني من أفواه الأسود ومن قرون بقر الوحش، أعني. سأخبر باسمك إخوتي، وبين الجماعة أهلل لك، هللوا للرب يا خائفيه، مجدوه يا ذرية يعقوب، استجيروا به يا ذرية إسرائيل، لأنه لا ينبذ المساكين ولا يستهين أبدا بعنائهم، ولا يحجب وجهه عنهم، ويسمع إن صرخوا إليه. أهلل لك في المجامع يا رب، وأوفي بنذوري أمام أتقيائك، سيأكل المساكين ويشبعون، ويهلل للرب طالبوه، فتحيا قلوبهم إلى الأبد، جميع الأمم تتذكر الرب وترجع إليه من أقاصي الأرض، أمام وجهه تسجد جميع الشعوب، لأنه الملك للرب سيد الملك، أغنياء الأرض يسجدون له، وأمامه يرتمي العائدون إلى التراب، أما أنا فله وحده أحيا، ذريتي أيضا ستعبد الرب، والأجيال الآتية ستخبر عنه، وتحدث الشعب الذي سيولد بما تم على يده من خلاص. آمين. بارخ مور أول دين بشمة قد شيل الشموخ أخيا شلطان وفو هاوش بونو غدغ دين بشمة هم برأة هلا اللخمس ناقا يوم بيوم خور اختياثا ابن هيلا تغفيرا تعديان ليلا لمولتهم تجربة إلا خالصا سطانا مسابيد خلا شلطان وثا قوة مجدة لبت لابدين. آمين. شلاما اللخ مريم لايخ نعم مارا منخ بوراخ قيد بن شمبر خيلي ثمرة كاسخ إيشو مريم مدالاها صالي مدالا أخني خاطية لها شهر موثن. آمين. يا يسوع ربي حبيب قلبي بهك يسبح عقلي
عقلي ولبي إن الملائكة حاروا بحالي وفي جلالك لك ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما كان سماي كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله إن لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. ما أحب مساكنك يا رب الجنون تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب ويرنم قلبي وجسمي لله الحي ما أحب مساكنك يا رب الجنود العصفور وجد له مأوى واليمامة عشا أضع فيه أفراخها نائلي بمذابحك يا رب
دينك يا رب الجنون تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الراح ويرنم قلبي وجسمي لله الحي ما أحب مساكنك يا رب الجنود. قراءة من سفر مراثي إيرميا. كيف جلست وحدها المدينة الملأى بالناس، صارت كأرملة بكتة وهي العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية، تبكي بكاء في الليل ودموعها على خديها، لا معزي لها من جميع محبيها، كل خلانها غدروا بها وصاروا لها أعداء، سبيت يهوذا من البؤس وشدة العبودية، سكنت بين الأمم ولا تجد راحة، يحيط بها أعداؤها ولا مهرب لها، طريق صهيون في نواح لا أحد يحضر أعيادها، جميع أبوابها مهجورة وكهنتها يتنهدون، صباياها متحسرات وهي في مرارة، صار خصومها أسيادا وأعداؤها في ثراء، الرب الذي هو أذلها لكثرة معاصيها، صغارها ساروا إلى السبي أمام وجه العدو. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الآبدين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. إني حبة القمح ذقت الموت كي أحيا قلبي من طعن الرمح، أسقى حبه الدنيا قوتا روحيا حيا، للرسل قال الرب لم أنتم محزونون، لا تأسوا لا تغتموا، لا سلطان في الدنيا يغلب المحبين، بالمجد يوم آتي طالعا من بحر النور، في خلق نصر حي يعلو هامات الدهور، إذ إني نور من نور. إني حبة القمح ذقت الموت كي أحيا قلبي من طعن الرمح، أسقى حبه الدنيا قوتا روحيا حيا، أوانديل بشم قد شيل شمخ أثيا شلطانوثخ
وجبون وتغديل بشم همبرقة هلا اللخمس ناقا يوم بيوم خفور اختياتا نقنا هيلا تغدق فيرا متاع ديانة ليلا لمولت لن تجربة إلا خالصة من سطانة بساعدد خلاش وطنوثة قوة مجدة لبت لابتين آمين شلاما إلخ مريم لا يخ نعمي مارن منخ بورخ تيد دنشم برخيلة ثمرة كاسخ إيشو ستان مريم إميت ألاها صالم بدالا أخني خاطية داها بشئفد موثن آمين في الحياة وفي النور هاليلويا هاليلويا في الحياة وفي النور هاليلويا هاليلويا قراءة من رسالة القديس بولس إلى كنيسة كورنثوس الثانية. من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله ومن الأخ تيماثاوس إلى كنيسة الله في كورنثوس وإلى جميع الإخوة القديسين في آخائية كلها عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الآب الرحيم وإله كل عزاء فهو الذي يعزينا في جميع شدائدنا لنقدر نحن بالعزاء الذي نلناه من الله أن نعزي سوانا في كل شدة فكما أن لنا نصيبا وافرا من آلام المسيح فكذلك لنا بالمسيح نصيب وافر من العزاء فإذا كنا في شدة فلأجل عزائكم وخلاصكم وإذا تعزينا فلأجل عزائكم الذي يمنحنا القدرة على احتمال تلك الآلام التي نحتملها نحن ورجاؤنا فيكم ثابت لأننا نعرف أنكم تشاركوننا في العزاء مثلما تشاركوننا في الآلام لا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا الشدائد التي نزلت بنا في آسيا فكانت ثقيلة جدا وفوق قدرتنا على الاحتمال حتى يئسنا من الحياة بل شعرنا أنه محكوم علينا بالموت لئلا نتكل على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات فهو الذي أنقذنا من هذا الموت وسينقذنا منه نعم لنا فيه رجاء أنه سينقذنا منه أيضا وستعيننا أنتم بصلواتكم فإذا باركنا الله استجابة لصلوات كثير من الناس فكثير من الناس يحمدنا الله من أجلنا وما نفتخر به هو شهادة ضميرنا فهو يشهد لنا بأن سيرتنا في هذا العالم خصوصا بينكم هي سيرة بساطة وتقوى لا بحكمة البشر بل بنعمة الله ونحن لا نكتب إليكم إلا ما تقرؤونه وتفهمونه ورجائي أن تفهموا كل الفهم ما تفهمونه الآن بعض الفهم وهو أننا فخر لكم وأنتم فخر لنا في يوم ربنا يسوع كنت على ثقة بهذا كله حين عزمت على السفر إليكم أولا حتى تتضاعف الفائدة لكم فأمر بكم في طريقي إلى مقدونية ثم أرجع من مقدونية إليكم فتسهل لي أمر السفر إلى اليهودية فهل عزمت على هذه الخطة لخفة ظهرت علي؟ وهل أدبر أموري تدبيرا بشريا؟ فأقول نعم نعم ولا لا في الوقت ذاته؟
ويشهد الله أن كلامنا لكم ما كان نعم ولا، لأن يسوع ابن الله الذي بشرنا به بينكم أنا وسلوانوس وطيمثاوس ما كان نعم ولا بل نعم كله، فهو النعم لكل وعود الله، لذلك نقول آمين بالمسيح يسوع إكراما لمجد الله. ولكن الله هو الذي يثبتنا وإياكم في المسيح، وهو الذي مسحنا وختمنا بخاتمه ومنحنا روحه وعربونا في قلوبنا. ويشهد الله علي أني امتنعت عن المجيء إلى كورنثوس شفقة عليكم، فنحن لا نريد السيطرة على إيمانكم، بل نحن نعمل معكم من أجل فرحكم، فأنتم في الإيمان ثابتون. آمين. أبون بشمالي يبقى كانوا بشمايو أبرعو هبل اللحمو سنقون اليومونو واجبو قلال حاوبين وحطو هين أي كانوا لو فحنا نجبقن الحايو بين لو تعلن النسيونو إلو فاصم من بيشو مطول تيلو خيم الكوثو عيلو تشبحتو عالم علمي نامي. شلوم ليخ مريم مليان طيبوثو موران عامي بارختو آت بنيشش بارخو فيرو دبخر سيخي شوع مورت مريم يولداخ آلوهو فافي سحلو فين احنان حاطوي خوشو شوعات مغدان. آمين. يا إله اسمع صراخي واصغي يا ربي ما يخشى علي. يا إلهي اسمع صراخي واصغي يا ربي إلي. أنت تهديني لصخر هو مني أرفعه من جاء مان من عدو يمنعه. يا إله اسمع صراخي واصغي يا ربي إلي. برج قوة لضعفي أنت من وجه العيدا جناحيك بستر أحتمي طول المدى. يا إله اسمع صراخي واصغي يا ربي إلي. لاسمك القدوس أهدي كل تسبيح الحياة وأفي يوما فيوما كل نذر للوفاء. يا إله اسمع صراخي واصغي يا ربي إلي. أبانا في السماوات تفضل يا إلهي لتكن أشياءك
كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. حنانك يا رب الأكوان إليك خفضت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان شرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاق فسرت بهديك في دربي وفي ظمأ المشتاق لمن هلك صافي العذب أروي به أمنياتي. حنانك يا رب الأكوان إليك خفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. يروعني صخب البحر وصوت قصيف الرعود فأنس منك مع الفجر بفيض الرضا والجود. فيا مبدع الكون من يدري سواك بسر الوجود. فكم فيك يا رب من سر وآيات مذهلات. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. إلهي إن أدعو فمالي سواك مجيب ندائي وحين أنوء بأثقالي فلي برضاك عزائي. طرحت منايا وآمالي لديك وكل رجائي فأنت ملاذي ومآلي إليك وفيك نجاتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى
حياة. أخواتي لك سلام مش حلم وقدر، ما نروح أكثر من هاتف، نبقى هنا بالشارع راح نقرأ الإنجيل ونطفي شموعنا هنا، بعد الإنجيل نطفي شموعنا هنا، كلنا نرفع شموعنا فوق، نرفع شموعنا فوق كلنا، اللي عنده لايتات موبايلات يرفع لايت. نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة، ننتظر عودتك أيها الرب يسوع. نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة، ننتظر عودتك أيها الرب يسوع. كما يغمض البرق في رفقه ويتألق في آخر، كما يغمض البرق في رفقه ويتألق في آخر، هكذا مجيء ربنا يكون. نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة، ننتظر عودتك أيها الرب يسوع. نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة، ننتظر عودتك أيها قراءة من إنجيل يوحنا الرسول. ورجعت مرثا بعدما قالت هذا الكلام إلى أختها مريم تدعوها، فقالت لها همسا: المعلم هنا وهو يطلبك. فقامت مريم حين سمعت هذا الخبر وأسرعت إلى يسوع. وما كان يسوع وصل إلى القرية، بل كان حيث استقبلته مرثا. فلما رأى اليهود الذين كانوا في البيت مع مريم يعزونها أنها قامت وخرجت مسرعة لحقوا بها وهم يحسبون أنها ذاهبة إلى القبر لتبكي. ووصلت مريم إلى المكان الذي فيه يسوع، فما أن رأته حتى وقعت على قدميه وقالت: لو كنت هنا يا سيد ما مات أخي. فلما رأى يسوع تبكي ويبكي معها اليهود الذين وقف رافقوها، توجعت نفسه واضطرب وقال: أين دفنتموه؟ قالوا: تعال يا سيد وانظر. وبكى يسوع، فقال اليهود: انظروا كم كان يحبه. لكن بعضهم قالوا: هذا الذي فتح عيني الأعمى، أما كان يقدر أن يرد الموتى عن لعازر؟ وتوجعت نفس يسوع ثانية وجاء إلى القبر، وكان القبر مغارة وعلى مدخلها حجر، فقال يسوع: أزيح الحجر. فأجابت مرثا أخت الميت: انتن يا سيد فله في القبر أربعة أيام. فقال لها يسوع: أما قلت لك إن آمنت تشاهدين مجد الله؟ فأزاح الحجر. ورفع يسوع عينيه وقال: أشكرك يا أبي لأنك استجبت لي، وأنا أعرف أنك تستجيب لي في كل حين، ولكني أقول هذا من أجل هؤلاء الناس حولي
حتى يؤمنوا أنك أنت أرسلتني. وصاح بأعلى صوته: لعازر اخرج. فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالأكفان، معصوب الوجه بمنديل، فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب بارخ مور. والأمن والسلام رفعتوا عيني يا ساكن السماوات، كما أن عيون العبيد إلى خيد موالد، كما أن عيني الأمت إلى سيدها، كذلك عيوننا إلى الرب إلهنا، حتى يتحنن علينا، تحنن علينا يا رب، تحنن علينا، فقد طالما امتلأنا هوانا، طالما امتلأت نفوسنا المسيح قام. حقا المسيح قام. حقا المسيح قام. حقا أحبائي، يبقى أملنا ورجاءنا بقيامة ربنا. هاي الأزمة أكيد راح نعبرها بقوة، وكلنا راح نكون متكاتفين، وهاي المسيرة مثل ما كنا شعب واحد إن شاء الله راح نبقى هذا الشعب، راح نبقى نذكر أخوتنا دائما بصلواتنا. المسيح قام. حقا قام. شكرا أخوتنا المشاركة في هذه الصلاة. نطلب من عندكم تطفون الشموع ونشوفكم في لقاءات أخرى. صلوات. الكل ينسحب بأمرنا سيدنا، كلنا ننسحب. شكرا جزيلا لحضوركم. صلاة مقبولة. يلا